اهلا بيكم وحلقه جديده من مش اصلي. النهارده جايب لكم حاجه نوع جديد من النحت الخارجي، يعني رايحين نجيب مخرج فرنساوي فيطلع الكليب منحوت من كليب فرنساوي. يا سلام يا على التكاليف. ايه يعني ما نعرفش ان احنا هاتوا احنا نجيب الفكره وننحتها، لا يكون الراجل ده هو اللي عمل الكليب في فرنسا. بس والله انا ما خدتش بالي، انا ما شفتش بصراحه، بس الموضوع صعب قوي. يعني احنا نجيب واحد من بره عشان ياخد مننا فلوس عشان ينحتنا علينا. على فكره ممكن تكون كارول سماحه ما تعرفش الموضوع او ما تعرفش ان الكليب بتاعها منحوت، بس خلينا نشوف الموضوع كان شكله عامل ازاي. خلينا نفرجكم الاول الكليب شكله عامل ازاي، وبعد كده نرجع تاني نعمل الفقره التحليليه. تعالوا نشوف. كان النحت ده كان الكليب بتاعنا. الموضوع غريب، يعني ما فيهوش حاجه، هو كل الموضوع ودوده، رغي في ودن بعض، ناس بترغي في ودن بعض، ناس بترغي في ودن، يعني ناس بيرغوا في ودن المطربه، ناس بيرغوا في ودن المطربه، ما فيهوش اي افتكاس. يعني يا عم الحاج، طب ما احنا كنا بدل ما نجيب واحد فرنساوي يجي يشتغلنا، فاحنا عندنا عيال في شبرا زي الفل. على فكره الدنيا ظريفه جدا. والله عندنا مخرجين زي الفل، خدوا علاء، خدوه ليكوا خالص، والله ما تجيبوهوش تاني، سبوبه وما يعملش تاني مش اصلي وخلص الموضوع. خليكم لسه مكملين معاكم فقرات مش اصلي. ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقره المش اصلي وبطلها تامر حسني. اغنيه هي دي الحان تامر حسني وتوزيع محمد سأذوق. الاغنيه اتعملت سنه 2008 وهي اصلا اغنيه روماني. بالنسبه اللي فيه ناس من اصحابنا والله او اصدقائنا يعني في الوسط الفني ممثلين من اصدقائي ومن اصدقاء تامر حسني، الموضوع والله العظيم ثلاثه ورحمه ابويا، انا ما بكرهوش. يعني انا بحب تامر جدا، وقلت لكم قبل كده ان انا اتفرجت على كل عمر وسلمى اللي عملوا في حياته، وان شاء الله لما يعمل عمر وسلمى 18 هدخله وهفضل ادخله برضه. انا بحب والله العظيم بحبه، مش حاجه. انا كل الموضوع او اللي خلاني ابقى احط الاغاني بتاعه تامر حسني واكد عليها قوي رد الفعل بتاع الناس اللي هم دول، اللي اكيد انتوا عارفينهم او الناس عارفه فهماهم، يعني اللي هم الناس اللي بتهاجم بغشامه كده، الناس مش شايفه وعايزه تهاجم وبس لمجرد الهجوم. لكن والله انا بحبه جدا، والناس اللي حتى اسالوا الناس اصحابه، يعني الناس اصحابه لما جم اتكلموا معانا قالوا لي ما تخف بقى واهدى شويه وبلاش كده بلاش كده. ايه والله انا مش قصدي ده، لسه حتى قبل ما ادخل الحلقه في بعض من الفنانين اللي هم بيمثلوا مع تامر في الافلام بتاعته، المجموعه بالكامل كانوا قاعدين معايا بره وقالوا لي نفس الكلام ده، والله العظيم بحبه، والله العظيم مش قصدي تامر ولا حاجه، لكن احنا بنجيب ده وبنجيب ده، ما علينا وما تزعلوش. يلا بينا نرجع مع بعض تاني نكمل فقراتنا. الاغنيه اللي بتاعت تامر الاغنيه الروماني، بس النبي يعني نحاول نتقبل النقد بشكل اريح من كده شويه. عادي فيها ايه لما النجم بتاعك يبقى بيغني اغنيه طلعت منحوته لحن، منحوته توزيع، عيب ملحن، عيب موزع. الله دي الحان تامر حسني. يلا مش مشكله، خليني اعمل لكم ميكس ما بين الاغنيتين، لو حسيتوا ان في فرق ما بين ديت وما بين دي يبقى ليكم الكلام. خلاص نسمع الاغنيتين في بعض.
مزيكا عالميه زي مزيكا كده بتاعت بودابار، مزيكا عالميه ناخدها بالظبط ونعمل عليها اغنيه ونقول عليها الحاننا، نقول عليها توزيعنا. ده موضوع مش اصلي. ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقره الاصلي بتاعتنا ونجمها فريد الاطرش في اغنيه حبينا حبينا، كانت من فيلم نغم في حياتي سنة 1975، اتنحت في تركيا من حد اسمه فردي. فردي دوت مركز معانا بشكل غير طبيعي، مركز مع أم كلثوم، مركز مع عبد الحليم، مركز مع فريد الأطرش بشكل غير طبيعي. الأغنية أول بأول بتتنحت، أول بأول أول ما بينزلوا حاجة هو كان بينزل على طول معاهم نفس اللحن ونفس توزيع ونفس كل حاجة. خلينا نسمع ميكس ما بين فردي وفريد الأطرش، وخلينا نسمع حبينا بالميكس بتاعنا. حبينا حبينا حبيناك حبينا 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 حبيناك حبينا. حبينا حبينا حبيناك حبينا، لو ما حبينا عيونك جنون جنون ادارسين الدنيا ينطينا من ليل مرمشين. حبينا حبينا حبيناك حبينا 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 جنون جنون ادارسين الدنيا ينطينا من ليل مرمشين. حبينا حبينا خش مرمشين دنيا يا حيرانم الله سما. فقرة مش اصلي تاني معانا النهارده ونجومها، يعني مش عارف هو بندنيز المفروض ان هي عامل حاجه زي ديسبينا فاندي كده، برضو من الناس النجوم اللي اتنحتوا بشكل غير طبيعي في لبنان. طبعا احنا مش قصدين ان احنا نركز مع لبنان، بس والله هو اللي بيجي قدامنا كتير من لبنان. الفنانه مريم فارس واخده برضو من بندنيز اغنيه احبك حيل من البوم انا والشوق سنه 2003. افتكر ان دي كانت البدايات، بس الموضوع كان زيادة شويتين في نحت الأغاني اللي جوه الألبوم دي. أفتكر أني مش أول مرة يجي لي أغنية من نفس الألبوم للفنانة مريم فارس. الأغنية اتعملت برة سنة 2001 وبعد كده خدناها على طول سنة 2003. خلينا نسمع الأغنية الأصلي اتعملت إزاي وبعد كده سمعكم الأغنية أحبك حيل من مريم فارس. خلينا نسمع أول أغنية. دي كانت الأغنية الأصلي بتاعتنا. خلينا بقى نسمع الأغنية المش أصلي لمريم فارس اللي هي الحان بودي نعوم. خلينا نسمع الأغنية دي اتغنت إزاي. دي كانت الفقرة المش أصلي معانا ونجمتها مريم فارس ألحان بودي نعوم. خليكم معانا لسه مكملين معاكم فقرات مش أصلي. ودلوقتي الفقرة بتاعت صاحبنا رنيم. رنيم عامل لنا دلوقتي النهاردة
اغنيه ما بين اتنين، الاغنيتين او الاربع كوبليهات كلهم شبه بعض، لدرجه ان انا لو انا مش عارف الاغنيتين هفتكرها كلها اغنيه واحده بجد. المره دي انا بشهد معاك، انا هعد معاكم وهو هيغني. يلا بينا. والله والله انا قلبي جانت عليه وبكل بساطه لعبت بيه، وعايز نرجع دلوقتي ليه لحياتي معاك. اتعلقت بيك بجد حبيبي حرام عليك، وهبت حياتي وعمري ليك ولا بنساك. شفت القسوه فيك وعرفت الغدر ده من عينيك، بعد ده كله ازاي وليه ارجع لهواك. حبك مش كلام معدي حدود كل الغرام، حاولت انساك برجع اوام لحضني هواك. حسيت بأي حاجة؟ حقنة والله حاجة يعني لا دي بقى يعني انا اتفاجئت. يمكن إليسا و... لا مش ممكن، مش ممكن، هي ما فيهاش يمكن دي بالذات بقى. لا يعني عن كل الحلقات يعني اصبر اصبر عليا، كل احترامي ليك عن كل الحلقات دي ما فيهاش مناقشة يعني، دي ما تحدى فيها اي حد جدا جدا. على فكرة انا معاك بس انا بتكلم ان هو ممكن يكون شوف انا في حاجات كتير ما مش عايز يسمعني يعني يمكن يكون الاثنين متفقين يعني مين هم يغنوها، يعني مثلا هي تغنيها حد واربع هو سابق ثلاثة كده يعني تبقى الدنيا كده مع بعض. ما بيحصلش بين الملحنين والمطربين كده؟ بيحصل. طب انا عايز اعرف حاجه، هو اللحنين دول بتوع واحد بس ولا كل حد مختلف؟ انا لسه عارفهم قبل ما اجي لك بتلت ساعه مثلا. انت شايفك كاتبها وبتغش يا رب الناس تبقى مبسوطه معانا. بس انا كمان كنت مبسوط النهارده جدا، دي عجباني جدا، الموضوع منحوت بالحرف يعني بالشعرة زي ما بتتقال. الأغنية لما اتقالت كلها على بعض، الكوبليه ده بالكوبليه ده، الكوبليه بتاع إليسا مع الكوبليه بتاع راغب علامة، حسيت ان هم كلهم أغنية واحدة. كنت فرحان جدا ومبسوط مع رنيم جدا. رنيم انت شرفتني جدا النهارده. انا اتشرفت بيك والله. معانا المرة دي مخرج قوي جدا 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 ليه اسمه وليه وزنه في السوق، وهو الأستاذ المخرج هادي الباجوري. هادي الباجوري عمل كليبين حلوين قوي. أول كليب كان للفنانة سميرة سعيد. وهو أنا داخلي مش فاهمة ليه بيشكي لي همه. الكليب التاني بتاعنا فيه فيه عالي أوي. كيف ما بتضيع بأساميهن، كيف ما بتغلبت فيهن. مفتاح قطه فهي قامت قايمة مدياه لراجل كبير، فالاثنين بيطلعوا في الاسانسير والاثنين التانيين بيطلعوا في الاسانسير. الاربعه بيطلعوا فوق. افتكر الاثنين الاربعه بيتقابلوا في نفس الدور. الفقره اللي مش اصلي بتاعتنا ونجمها عمرو مصطفى. بحب فيك بقالي سنين. جه ميعادنا مع الفقره الاصلي بتاعتنا ونجمتها الفنانه الراحله ورده اللي عملت اغنيه حرمت احبك. ده تريو. ثلاثه. نسيتك والله ما نسيتك، حبيتك ايوه حبيتك، ده انا من اول ما شفتك حسيت اني لقيتك حبيبي. والله لسه حبيبي، والله وحبيبي عمري ما انسى حبيبي، والله وحبيبي نسيتك. حسيت ان هم كلهم اغنيه واحده. كنت فرحان جدا ومبسوط مع رنيم جدا. رنيم انت شرفتني جدا النهارده. انا اتشرفت بيك والله بجد. واستنونا في حلقه جديده من مش اصلي، وسلام عليكم.